مشوار كبير، 30 سنة تقريبا أو 28 سنة. الفرق ما بينهم؟ فرق السن، الشكل، البراءة بين أنوار وبين وبين هند. البراءة في أنوار والرقة في أنوار، وأنوار فيها من لوسي كتير قوي. التواضع في أنوار، التضحية في أنوار، وده فلوسي. المشوار حاجات كتير ضاعت مني في المشوار، علشان كنت عايزة ما شتتش المتفرج وما شتتش نفسي في ان انا اخد 3-4 اعمال مع بعض، وده ما حصليش في حياتي من اول ما اشتغلت غير في حاجتين، كلام نسوان والبطنية. وكان ربنا ميسر الامور، ولما ما كانش عندي تصوير في البطنية كان بيبقى عندي تصوير في كلام نسوان، مسلسل كلام نسوان، وما حسيتش ده له شكل وله فرق، وده له شكل وله سنة وله طريقة أداء وله طريقة صوت. فالمشوار صعب وشقة، بس أنا حباه لأنه أنا عملت فيه حاجة كويسة، تقعد لأولادنا يذكروني بالخير. عملت أعمال تحترم عقل المشاهد ونظره ودماغه وعينيه، عملت فيها الفوازير، عملت فيها البطنية، عملت فيها ليالي الحلمية، عملت فيها أرابيسك، عملت فيها زيزينيا، عملت فيها النوى، عملت 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 حاجات كتير قوي قوي قوي. لو قعدنا نتكلم على الحاجات اللي أنا عملتها، من أهم أعمال الدراما بالضبط كده. يعني كمان اللي عملوا، اللي كتبوا الأعمال دي واللي أخرجوا الأعمال دي، من أهم من أهم صناع في عالم الدراما والفن. فمشوار صعب، وخلي بالكو اللي بيشتغل بجد بيحصد نجاح بجد. أنا ذكرت في الشخصية دي وكنت بسأل، وأنا لا أخجل من السؤال. أنا منطقش كلمة إنجليزي أو كلمة في اللغة العربية التقيلة بتاعتنا غير لما أعرف معناها إيه. لازم، وما بتكسفش ان انا اسال دي معناها ايه، وما بتكسفش انه حد يصلح لي خالص. وطول ما احنا ماشيين بنتعلم من بعض، بس اتمنى ان احنا نتعلم الحسنه، ما نتعلمش العادات السيئه. ذاكرت الشخصيه وذاكرت العالم ده، وكنت بسال واجتهدت ان انا طول ما انا بشتغل اخلي بالي، عينيا ما ترميش خالص، تتكلم بشفايفها كده، يعني تقول له يا صابر وانت حت، يعني اجتهدت ان هي جسمها على طول مفروض، ايديها مفتوحة، بضوافرها الشريرة دي نازلة عند جسمها تحت، تبقى بعد الكاب اللي هي لابساها الطويل قوي ده. اجتهدت دايما ابقى فردة الحزام، العلامة بتاعتهم تبقى باينة. اجتهدت في إحساسي إن أنا وقتها إزاي أبقى أنا دي، وده في كل عمل أنا ببقى أنا دي مش أنا لوسي. لو للحظة حسيت أنا لوسي أخرج، أقول أنا أسفة معلش ممكن ثانية ادوني دقيقة، يعني وده ما حصليش كتير. يعني في سلطان الغرام جوزي اسمه سلطان، كنت بقول سلطان بطريقة مختلفة. في البطنية ابني اسمه فتحي، في البطنية ابني اسمه فتحي، كنت بقول فتحي بطريقة مختلفة. وهلما جرى، يعني يا جماعة اللي ذاكر كويس ويركز كويس لما يجيله ورق الامتحان هينجح. بس من الآخر.